بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللايف وهذا البث المباشر. معكم صحفي هاني شمشون وبصحبه حضراتكم في هذه الحلقه الاعلامي احمد رجب. طبعا حضراتكم عارفين في كل مكان ماذا حدث خلال الساعات الماضيه. بتكلم عن امبارح والد نيره طلع ورد بكلمات مفادها بانه سيلجا القضاء في حاله ان اي شخص تم يعني ذكره هو وبين قوسين اهل بيته تم ذكرهم على السوشيال ميديا. الحقيقه مشاهدينا الكرام، من ناحيه تانية الاستاذ احمد بيقول انا عندي معلومات وعايز اقدمها للجمهور، وده حق الاعلام، حقه كده اعلام الناس بما يجري من امور على خاصه في القضايا اللي تبقى دي زي دي القضايا الكبيره. خلينا اقول لحضراتكم مفاجآت كبيره جدا، ولكن خلينا اقول بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون، سوره البقره ايه 179. في ناس بقى ما بيهم يعني شايفه الموضوع، لا ما هو من الجنبين بقى، يعني يا اولي الالباب، يا اولي الالباب طيب صحيح، صدق الله العظيم، كسره تحت الباء صحيح. طيب خلينا اقول امبارح ظهر والد نيره وكان بلغه حاده بيتحدث عن الجامع وعن الجميع، هو ما ذكرش حد، وقال من سياتي بذكر اسرتي هقضي. اتفضل. والله انا تابعت يعني هذا الكلام لان انا بتابعكم بشكل يعني دائم، موقع محترم متميز، واكرر الترحاب مره اخرى بموقع بصراحه وبجمهور موقع بصراحه تحت قياده الاعلامي المتميز الكاتب الصحفي محمود سعد الدين، واهلا وسهلا بحضراتكم، وما فيش اي مشكله خالص. وانا قلت هذا الكلام مرارا وتكرارا، ومش هنرجع تاني ونوضح ونقول مبررنا ايه ان احنا تعرضنا لمثل هذه الامور التي نرى من وجهه نظرنا ان البعد الاجتماعي في الجريمه عندما تكون هنالك جريمه بهذا الحجم بهذا الشكل بهذه البشاعه بهذه الشراسه فلا بد ان يتم تناولها من كل الجوانب، وهذه هي المهنيه، الجوانب الجنائيه القانونيه الاجتماعيه، كل ما يحاط بالجريمه سواء من طرف المجني عليها او الجاني. اي حد بقى شايف عكس ده له ما راى ولنا ما راينا، كلام واضح صحيح. بس يعني ليه الحته متاخده ناحيه ان الاعلامي احمد رجب بيدافع عن قاتل اسمه محمد عادل؟ انا لا ادافع عن قاتل، وانا ما اعرفش هما مدخليني طرف ليه، يعني انا مش فاهم بصراحه، يعني بجد والله انتوا مدخليني طرف ليه؟ انا مالي؟ يعني انتوا يعني حاسبيني ليه طرف على الجانب الاخر؟ بالعكس، ده معظم الحلقات اللي انا تناولت فيها هذه القضيه كانت خاصه بيكم انتوا، كانت تتعلق بيكم انتوا، كنا حاضرين الجلسه الاولى داخل القاعه ونقلناها عشان خاطركم انتوا، عشان انتوا اصحاب حق، ومحدش يقدر يقول ان انتوا مش اصحاب حق، واي حد يقول ان انتوا مش اصحاب حق يبقى هو اللي مش معاه الحق، ويبقى اللي هو مفتري ومتجني، مش عليكم، على المجتمع وعلى حق المجتمع، لان انتوا كاسره المجني عليها لو كان ليكوا حق فالمجتمع ليه مليون حق، فالمجتمع له مليون حق، فمين اللي يقول ان احنا جايين عليكم؟ ولكن احنا بنتناول الموضوع من كل جوانبه، ودي مهنيه احنا اتعلمناها في الاعلام على مدى 15 سنه. وان كنت انا اتعامل مع السوشيال ميديا فانا اتعامل مع السوشيال ميديا، وهذا كان تحدي مني لمنصه اليوتيوب العالميه بان اقدم عليها برنامجي بشكل تلفزيوني وبشكل احترافي وبشكل اتناول فيه كل قضيه جنائيه انا بعرضها من كل النواحي من كل الجوانب. واكرر اننا لسنا سلطه اتهام كي نوجه الاتهام الى احد، ولسنا سلطه تقوم بجمع الاستدلالات زي وزاره الداخليه على الاطلاق، ولكن احنا كاعلام وكبرنامج متخصص في الجريمه نقول والله يا جماعه في 1 2 3 4. في ناس دلوقتي تطلع تقول لي طب وهو علاقه ابو نيره وام نيره وايه بالموضوع؟ بالظبط. هنعيد تاني. المناخ الاجتماعي مهم جدا جدا علشان نعرف منه حاجات كتير. ما هو لو كان المناخ الاجتماعي او العائلي مستقر استقرار، ما بقولش يعني استقرار، ما يعني كلنا في بيوتنا في حاجات كتير،
ولكن على الاقل ما يبقاش في نوع من التسيب. طب في سؤال هنا بيجي تحت الاستغراب او الاستهجان، يعني والدة نيرة ما ليه من داخلها بالموضوع. يا فندم ما من التسيب في ايه بس عشان بس الناس تفهم. بعد اذنك اتفضل. هل احنا بنقول نيرة وحشة؟ نيرة مش كويسة؟ الله يرحم نيرة. احنا اول ناس اول ناس قلنا نيرة زي الفل، واثبتنا ده بتقرير الطب الشرعي، قلنا الكلام ده مرارا وتكرارا. ولكن احنا بنقول ايه؟ طيب ما هي اما هتبقى بتخرج او بتروح او بتيجي او بتبات عند اختها او مش عارف بتعمل ايه، هتتعرض لحد يتربص بيها، لحد يضايقها، لحد يحطها في دماغه، لاي مؤامرات، لاي مشاكل، وهتكون بعيده عن الاسره، مش كده ولا ايه؟ صحيح. طب ايه اللي يخليها انها تعمل كده في السن ده وفي السن الصغير ده وهي لسه في بدايه حياتها الدراسيه؟ لان في امور، وعلى فكره قسما بالله يعني انا لم اتدخل في اعماق ذلك، وان كان لدي وفي حوزتي كثير، لكن ما ينفعش. احنا قلنا قشور بس، قلنا قشور. طيب السيد والد نير شايف ان هذا في اعتداء على حرمه الحياه الخاصه، اتفضل يعمل بلاغ، انا ما عنديش مشكله خالص. هو اوريدي قال هتوجه للقضاء. يتوجه يا فندم، يتوجه. وانا كمان توجهت قبله، مش احنا امبارح على نفس هذا الموقع المحترم، موقع بصراحه الاستاذ الفاضل خالد عبد الرحمن، وانا مسار شخصي على فكره، انا احترم هذا الرجل، وان كنت يعني طلعت وقلت اسقاطات وبتاع وقعدت اناقشه، لكن هو رجل قانون من الطراز الاول ومحامي فاهم قانون كويس جدا، ومحامي جنايات شاطر جدا. تمام. فده شق. والشق الثاني ان انتوا حضراتكم عملتوا بلاغ. طب ما انا عامل بلاغ والله اهو، يعني معلش انتم امبارح عرضتوا نعرض احنا كمان، وعلى فكره انا بلاغي سابق لبلاغكم، بلاغي للسيد النائب العام سابق لبلاغكم وليس لاحق. فحواها ايه يعني انا عامل بلاغ قبلكم؟ البلاغ بقى رقمه كام؟ انا بقول الرقم اهو كمان، انا بقول الرقم عشان ما تعبكوش، عشان اديكم برضو معلومات علشان تراقبوا البلاغ وشوفوا وصل لايه. البلاغ رقمه من الشمال 177-1-28 او 177-128 177-128، وهو الان قيد الفحص بالمكتب الفني، يعني بلاغنا للنائب العام خد الرقم ده وقيد الفحص، زي ما انتوا بلاغكم برضو قيد الفحص. طيب السيد النائب العام هيعمل ايه؟ مكتب السيد النائب العام يعني هيعمل ايه؟ هيحيل البلاغات دي للنيابه المختص، هيحيل النيابات دي البلاغات دي للنيابه المختصه. في النيابه المختصه بقى، في النيابه المختصه اللي عنده دليل يقدمه. تمام. انتوا هتجيبوا اسطوانات مدمجه، انا هجيب الله اعلم بقى انا هجيب ايه وهقول ايه. ما تقول. تمام. لا يا بيه، ما ينفعش بقى، ما ينفعش. طب فكل واحد فينا في النيابه يعني احنا ناس بنحترم القانون، واول ما يتم استدعائي من قبل النيابه العامه على الفور انتقل انا او فريق الدفاع عندي، ومفيش مشكله خالص. بس هو مش سر حرب انك تقول لي انا كتبت ايه في المحضر ضدهم؟ يعني انا يستهويني السؤال ده، اللي هو فكره انك ما هي والدتها ما تطلع تقول لي انا مش هسيبك. يعني ايه انا مش هسيبك؟ يعني ايه يعني انا ايه يعني ايه انا ليه زقت المكالمه؟ ليه؟ عشان اوري الراي العام. ما هو انا هعمل ايه؟ طب واحده بتقول لي مش هسيبك، الله، وانا طرف يا ستي؟ وانا عملت لك ايه؟ انت جبت سيرتها. ده انا كنت ايه؟ جبت سيرتها لما قلت ان هي عايشه هي وزوجها في نفس البيت. يا فندم انا قلت حاجه غلط؟ احاسب، احاسب قسما بالله، احاسب. هل انا قلت حاجه غلط؟ بيعتبروا ان ده نوع من انواع يعتبر انا ما قلتش حاجه غلط. انا ما قلتش حاجه غلط في مستند اكياس بالطلاق. فما بلاش برضو تسالني اسئله، انا مش عاوز ارجع تاني الموضوع ده بعد اذنك. ايوه خلاص، انا كان فكرتي ان انا بتكلم في الموضوع فيما يتعلق بالقضيه، واديت طرح عام من كل الجوانب. لكن هل معنى ان انا طلعت انا بتكلم حاجه غلط؟ لا، مش حاجه غلط. ايوه وبين مستنداته مثبت، هو السجل المدني
ده المحله مش بعيد يعني، ما علينا. طيب ما علينا، حصل تواصل بينك وبين المحامي؟ حصل كلام؟ طبعا تناقش في وجهات النظر. الاستاذ خالد راجل محترم ورجل قانون، وانا قلت كده، ولسه امبارح كمان كان في صديق مشترك بيني وبينه المستشار اكرم سلام المحامي الناقد. والصدفه يعني جمعتنا امبارح عبر بث مباشر على منصه الاستاذ اكرم سلام، هو صديقي جدا يعني، فطلب مني ان انا اكون معاك بث مباشر، كان الساعه 5 الصبح وكان معانا الاستاذ خالد على فكره، وكان كان في ود في الكلام، وكنا بنتكلم في امور حتى يعني كان ما فيش حاجه، وده عجبني على فكره، انا بحب يعني دي لغه الفرسان، يعني دي لغه الفرسان. فحتى سالني الاستاذ اكرم عن رايي الشخصي، قلت له لا، هو من الناحيه القانونيه محامي شاطر، ومحامي معروف انه محامي جنايات شاطر من زمان في يعني في 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 محافظة الغربية بشكل عام. لكن انا بتكلم هو في النهايه برضه المدعي بالحق المدني، وهو مستمر في هذه القضيه، فهو بيقوم بشغله، ما فيش مشكله. احنا كمان عندنا محامين لو بنقوم بشغلنا، احنا كمان عاملين بلاغ سابق على البلاغ بتاعهم. ليه الطريق وصل لده؟ الطريق وصل لده اللي هم دخلونا طرف، يعني احنا انا اتعلمنا وانت عارف يعني وان الاعلام الاستقصائي بشكل عام بيتناول كل الجوانب القضيه. في حد بقى مش فاهم، حد فاكر ان انا واخد الموضوع ليه يعني، ودي اول قضيه انا بشتغلها يعني. طب ما انا اشتغلت اقول في قضايا مشابهه اشتغلتها قبل كده، اشتغل 15 سنه اللي فاتت. لا ده انا ممكن اقعد اكتب لك 500,000 قضيه على واحده او كده، يعني قضايا زي ايه، من قضايا جنائيه لنيره وحصل صدام ما بين حضرتك وبين اطلاقا يعني. والله تماما، يعني انا عاوز اقول لك في قضيه رجح محمود البنا وال 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 والحلقه موجوده على القناه عندي على فكره، دخلنا في اعماقها بشكل رهيب وحللناها بشكل رهيب. معلش انا بعتذر، وحللناها بشكل عميق جدا في حلقه رجح محمود البنا، ما شفتش الكلام ده بصراحه خالص. في حلقه الدكتور اللي كان قتل زوجته في كفر الشيخ، وعلى فكره القضيه ديت اللي نظرها نفس المستشار اللي نظر قضيه نيره اشرف، السيد المستشار بهاء الدين مري، هو اللي نظر قضيه الدكتور السفاح لو تتذكروا حضراتكم بتاع كفر الشيخ اللي قتل زوجته الطبيبه وولاده الثلاثه، واحنا في مهمه خاصه كنا اول ناس فتحنا، مش فتحنا يعني، وقت اما الشمع الاحمر اتشال من على باب الشقه كنا احنا موجودين، وعمري ما انسى المنظر ده في حياتي. ودخلنا وكانت الصاله ريسبشن، الدم كان 3 سم فوق الارض، وكانت المراتب ملطخه بدماء الولاد الصغيرين والشنط، وحاجه كانت فظيعه جدا، والرائحه. عاوز اقول ايه، احنا في الموضوع ده تناولناه ورحنا للوالده، لوالده الزوج ولاخواتها، وللعلاقات اللي كانت موجوده بينهم كانت عامله ازاي، ومش عارف ايه، وعملنا حاجات انا مش فاكر. انا الموضوع بقى له 3-4 سنين في كفر الشيخ، والحلقه موجوده، كنت انا ساعتها عارضها للتلفزيون على فكره مش على السوشيال ميديا. لكن حصل كده يعني، جت امها ام الدكتوره تمام قالت لي مش هسيبك، انا مش هسيبك، انا مش عارف اعمل ايه. قالت مش، انا عاوز اعرف يعني ايه مش هسيبيني، يعني حضرتك مش هسيبيها تعملي لي ايه؟ يعني هي بلطجه فرض السيطره، انا عاوز افهم. موجوعه يا فندم، انا مال انا ولا طرف؟ ما كل واحد ليه كرامه يا استاذ هاني، معلش انا اسف يعني. يعني انا بتكلم بكل احترام، مكالمة موجودة اتكلم بكل احترام، حتى بقول للاستاذ اشرف ما ينفعش كده، ما ينفعش كده، ما تجاوزتش. طب الى اين، وده السؤال الاخير في الموضوع، الى اين رايحين لفين؟ سواء انت لديك المعلومات، حضرتك اعلامي قدير ومعروف عنك الجرأة والجسارة في الاشتباك مع القضايا، وهم اهل مكلوبين على امرهم يا هم، احنا ما قلنا الحزن على راسي من فوق لكن هل ده مبرر ان انا اتطول؟ يعني انا حزين دلوقتي اروح نازل تحت في الشارع واخد 2 قلمين، اروح اي حد اشوفه كده اروح واخده بنيتين في وشه اقول له معلش انا حزين، اصل انا عندي حاله وفاه، انا مش هسيبك يا جدع انت مثلا عشان انا، ما ينفعش. لا يصح، لا يصح طبعا، ما ينفعش، عيب. احنا رحنا عشان، هو احنا رحنا علشان نتناول الموضوع ليه؟ مش عشان نظهرهم للراي العام، مش عشان نتكلم عن الماساه اللي هم مروا بيها، مش عشان نتكلم على الفاجعه اللي هم عاشوها. الله، هو احنا عملنا ايه؟ بالعكس انا والاخرين ممن تناولوا هذه القضيه. فنيجي في الاخر ندخل يعني المفروض اللي هو انا شخص حيادي
شخص حيادي جدا جدا، وان كنت امير فانا اميري لحق الله اللي هو حق محكمه الجنايات اللي هو عنوان الحقيقه، اللي هو عنوان الحقيقه. طيب بعيدا عن التصوير ان محمد قاتل ونيره مجني عليا، اتفضل. بعيدا عن التصوير وبعيدا ان حضرتك في بث مباشر في موقع بصراحه الاخباري وانا صحفي بجري معاك الحوار وده شرف ليا، بس بتكلم عن انت لمن يميل قلبك اكثر، وبلاش اجابه دبلوماسيه يعني، عايز مثلا تقول لي انا انا وجهه نظري. انا بص ما بقلقش، انا بكلمك انا اقول لك بوجهه نظري الشخصيه، انا ارى من وجهه نظري الشخصيه، دي حاجه بقى بتاعتي، دي حاجه بتاعتي بصرف النظر عن المهنيه وعن الشغل، ان الاثنين ضحيه. الاثنين الاثنين ضحيه طبعا. طبعا الاثنين ضحيه، الاثنين ضحيه، نيره ضحيه لحاجات كتير، ومن ضمنهم طبعا محمد عادل رقم واحد، ولكن هناك امور اخرى هي ضحيه لها. محمد عادل ضحيه لحاجات كتير جدا، الاثنين ضحايا والله، دي وجهه نظري، ده رايي. محمد عادل قاتل، قاتل يستحق الاعدام، يستحق الاعدام. الحكم كان صحيح طبعا، حكم عنوان الحقيقه وحكم في محله، محدش يقدر ان هو يجادل او يتكلم في حاجه زي كده. نيره مظلومه ومجني عليها طبعا، فاجعه عند اسرتها مصيبه، هو في اعظم من الموت مصيبه زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال، بسم الله الرحمن الرحيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم ايه مصيبه، ده رب العز مصيبه، وهنا الله يتحدث عن مصيبه الموت. قالوا ايه؟ ان لله وانا اليه راجعون، من هم دول يا رب؟ اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون، صدق الله العظيم. فهكذا شبه ربنا سبحانه وتعالى الموت ووصفه ونعته بالمصيبه. فاحنا نيجي احنا بقى نقلل من حجم هذا المصاب؟ لا طبعا، لا مستحيل. أنا طالع دلوقتي بقول أي كلام؟ لا، ده رأيي على طول، لو جبت كل حلقاتي اللي فاتت في مهمة خاصة هتلاقيني بقول نفس الكلام. طيب. لكن إحنا كمهنيين، أو أنا كراجل اتعلمت في مدرسة كده، مدرسة البرنامج الرياليتي الحركي، البرنامج اللي بينزل ويدور ويبحث ويكشف وينقب. يعني أنا يعني أقول المخرجين الكبار اللي اشتغلت أنا معاهم هم اشتغلوا معايا هم عارفين الكلام ده، فبننزل بنشتغل نتواجد عشان نوصل لكل المعلومات. في بدايه الازمه انا ما بقعدش انا اسال، تمام بعد اذنك بس عشان برضه الناس تفهم وحصل ايه وجي ايه وبتاع ايه، او اجيب خبر منشور في موقع او كده واقعد يعني ان انا، لا انا بحب انزل اشتغل واجيب المعلومه واجتهد عشان اوصل للراي العام كل الجوانب. ممكن يبقى في اسقاطات في حاجات، هو انا قديس يعني؟ لا طبعا، ممكن في حاجات نطلع نصححها، نطلع نقولها حق ربنا سبحانه وتعالى، لا نضلل الراي العام. واما نكون متاكدين من حاجه بنصر عليها، زي ما انت سالتني دلوقتي كده قلت لك اتحدى، اتحدى ومش هعيد الكلام تاني. في البدايه وفي بدايه الازمه كنت انت من المناصرين والمناصفين لقضيه نيره اشرف، لدرجه البعض في الكومنتات قال انك اول مره نشوفك بالجساره دي. بعد شويه تحول الامر قليلا. خدت ملايين، خدت ملايين الدولارات، ما لازم اتحول، خدت ملايين الدولارات. جات لي شنطه مليانه ملايين الدولارات فلازم اتحول. طبعا انت طبعا بتهزر. ملايين الدولارات ايه؟ انت كده بتهزر صح؟ يعني انا هكون مثلا اصل شيء، بصوا يا جماعه، انا سمعت ان ملايين الدولارات يعني جات لي ملايين ضخمه من الدولارات فغيرت موقف، ما اعرفش ليه بصراحه يعني. طب انا هو اما طب انا ايه يعني؟ انا ايه يعني؟ مش فاهم يعني، يا ملايين الدولارات ديت عشان انا اروح ليه؟ حاوي تأثير رهيب قوي كده يا لا طبعا، كلام مش منطقي، كلام مش منطقي خالص، ملوش اسس يعني ازاي؟ ومش عارف انا كنت بسمع حاجات غريبه يعني. طيب يا فندم، انا لم اتحول على الاطلاق، ولكن انا تناولت الجانب الاخر لما جه وقته، تناولته يعني لما جه وقته، وبدا قصه فريد الديب وبدا قصه المسندات والادله وتسبيب الحكم والكلام ده نتناول، بدا ان في معلومات تيجي من على يعني تتعلق بالطرف الاول معينه وحاجات كده بنعرضها، تمام، بنقول كذا نشتغل في كل الجوانب. وكل نيره امامك الان ماذا تقول لها؟ اقول لها زي امي، مش عايز اكبرها عشان انا يعني عجوز يعني، هي في النهايه هي والده او اخت كبيره، وحتى يعني انا قسما بالله
والله هذا ليس يعني حضرتك فندم خدي الاجراءات كلها اللي انت عاوزاها، انت ومحاميك بس في النهايه انا ابن اصول يا هاني، وانا متربي على كده، انا متربي على كده. ايه هقول لها ايه يعني؟ لا طبعا، زي ست كبيره، ست فقدت بنتها وعلى دماغنا من فوق وعلى راسنا من فوق، ولكن المفروض يعني انا حد يكلم حد يقول له مش هسيبك مش عارف اعمل ايه، حتى لو في حاجه زي كده برضه ما ينفعش انا اكون زعلان او متضايق او عندي حاله وفاه. ما احنا كان عندنا حالات وفاه، والقادمين الغيظ والعافين عن الناس، هي دي كانت اخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالص تماما. اشكرك شكرا جزيلا القدير احمد رجب، كان معنا في حلقه جديده جدا بنغطي مع حضراتكم، لسه الموضوع لم ينتهي حتى الان، لان في تفاصيل جديده، في تفاصيل كتيره جدا هننقلها لحضراتكم، ولكن خلينا نقول نقطه من اول السطر. هناك جريمه بشعه قد اجريت او قد حدثت منذ عدة أسابيع، وتم لا يعني من النيابة، طبعا نيابتنا العظيمة بتحط الحاجات دي خطوط على طول في كل جرائم، ولكن هذه الجريمة بالذات تم تحويلها 48 ساعة للمحاكمة الجنائية العاجلة، وبعد كده إن شاء الله راحت للمحكمة، المحكمة حكمت بتحويلها لتحويل أوراق محمد عادل للمفتي، وبعدها صدر حكم الإعدام، وننتظر الآن حكم محكمة النقض. شكرا لكم، شكر موصول للإعلامي أحمد رجب، شكرا لحضرتك، شكرا لكم متابعينا الكرام، إلى أن ألقاكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.